وكان المرجو غادي تسمح لشي اخر كان بغا يتسمى مداخلات او محسنه في اللائحه تحية نضالية لكافة المناظرين والمناظرات أصحاب القناعات والمبادئ. تحية نضالية لشهداء الشعب المغربي. إذا في إطار حديثنا عن عزوف الشباب عن العمل السياسي، نقدم واحد وجهة نظر ديالي على الأسباب اللي كتخلي الشباب والشابات كيعزفوا على العمل السياسي والمشاركة السياسية من داخل الأحزاب. أولا قلة الوعي، الشباب المغربي لم يصل بعد إلى مستوى الوعي بالعمل السياسي بالعمل الحزبي. فقدان الثقة في العمل السياسي كحل لمشاكل الشعب، حالة الجزر أو حالة المد والجزر التي يعرفها الشارع السياسي، عدم الإيمان بإمكانية حدوث تغيير من داخل مؤسسات الدولة التي هي الحكومة والبرلمان، تراكمات تجارب قديمة بدأت بفشلها من صنع القرار من داخل المؤسسة اللي كتفرض قوتها من غير الملك ولكن المحيطين به وتيتحكموا في المشهد السياسي. من هذا المنطلق وبسبب هذه التراكمات والتجارب الفاشلة وصل الشباب اليوم إلى أن يفقد الثقة وبالتالي يبتعد، لأنه لا يمكن أن يحدث فرق وارتبط هذا الشيء بسياسة التعليم الفاشلة. ولا ننسى سياسة التعليم وكذلك الإعلام، الإعلام اللي كيلعب واحد الدور سلبي جدا ويقوم بتسويق التفاهات طبعا على وعي الشباب اليوم أصبحوا على وعي متدني جدا. لا ننسى أن كبار الساسة من داخل الحزب يحاولون ممارسة الوصاية على الشباب، هذا من جهة. من جهة ثانية أشار أحد المتدخلين في البداية إلى أن المشاركة السياسية في نظره هي التصويت، أي تقسيم المشاركة السياسية في التصويت فقط. تحدث كذلك أحد المتدخلين عن التنشئة السياسية ولم يذكر الكيفية، لا يمكن أن نشخص الظاهرة ولكن كيف ونحن كشباب ونواة من داخل الحزب يمكن لنا أن نساهم في التنشئة ونحن في نهاية المطاف ضحايا التعليم والإعلام، أي أن قلة الوعي والتنشئة السياسية لن تحقق أي تقدم. أريد أن أختم بواحد القولة، قولة فقط. إذا واحد القولة أتمنى أنكم تفهموها مزيان، قولة للرافق ليني. ينبغي ألا ننسى أن النضال ضد الحكومة في سبيل مطالب جزئية والكفاح من أجل انتزاع تنازلات جزئية ما هي سوى منازلات صغيرة مع العدل، سوى مناوشات صغيرة في المواقع